الجبهة الشمالية لإسرائيل تشتعل على وقع تصعيد حزب الله الذي كثف من رده العسكري مؤخرا بقصف عنيف على عمق أكبر في شمال الأراضي المحتلة. حرائق غابات اجتاحت مساحات واسعة من شمال إسرائيل وتحديدا في مستوطنة كريات شمونة بسبب رشقة صاروخية أطلقها حزب الله أسفرت عن اشتعال مئات الأفدنة، ما جعل أكثر من 10 فرق إطفاء غير كافية للسيطرة عليها، وهو ما حدا بسلطات الاحتلال لإرسال مزيد من التعزيزات فيما شاركت قوات من الجيش في جهود الإطفاء. ومع احتدام النيران وانتشار الدخان الكثيف أغلقت سلطات الاحتلال الطرق وطلبت من السكان الجلاء عن منازلهم. حرائق كريات شمونة وما جاورها تزامن معها اشتعال تصريحات القادة السياسيين في إسرائيل، وللصدفة اتفقوا فيها أغلبية ومعارضة. يائر لبيد زعيم المعارضة في إسرائيل قال إن الشمال يشتعل ويحترق معه الردع الإسرائيلي، متهما حكومة بنيامين نتنياهو بأنها لا تمتلك إدارة أو استراتيجية لهذا الصراع. لبيد لم يكتفي بهذا الاتهام، وإنما وصف حكومة نتنياهو بأنها الأكثر فسادا في تاريخ إسرائيل، وأنها لا تهتم بالشمال ولا بالجنوب. أما وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش فطالب بضرب بيروت كي تنشغل حسب قوله بإعادة تأهيل نفسها. في السياق ذاته وصف وزير الأمن الإسرائيلي المتطرف إتمار بن جفير ما يجري في الشمال بأنه إفلاس، وطلب نتنياهو بمزيد من التصعيد ضد حزب الله. تصعيد في التصريحات ومعها تصعيد في المواجهات وتفاقم تداعياتها، تطورات تنذر باحتمال توسيع الحرب على الجبهة الشمالية لإسرائيل، الأمر الذي يزيد من خطر تمدد الصراع في الشرق الأوسط.